طبعا عدل السفره بتاعتنا دي طبق ترش، مش هنشتري ترش من بره. هعمل ايه؟ هعمل شويه خيار مخلل بطريقتي، بما ان الكشري فيه صلصه والصلصه دي ممكن تعمل مشاكل حموضه، فالخيار طبيعته بيعالج الحموضه وبيساعد على الهضم. فهعمله سلطه النهارده بالثوم. سلطه الخيار دي استاذ انا حابه بعد اذنك شوف مقاديرها عشان الساده المشاهدين يعملوها النهارده على الفطار برضه. بنجيب الخيار نقشره، لازم يتقشر. حلو الكلام؟ وبعد ما يتقشر يتقطع بالشكل ده كده. معانا فصين ثوم حلوين قوي ناعمين. معانا من زيت الزيتون معلقتين. معانا من زيت السمسم معلقه صغيره قوي. معانا كمان شويه ملح وشويه فلفل وسنه بابريكا حلوه، ونحط الخيار دي في قلبيها ونحطها في الثلاجه لمده ساعتين قبل الفطار، مفيش مشكله تطلع. شفت الحواوشي؟ بصلايا مش عايز اقول لك في قلب الزيت. عينيا مقادير سلطه الخيار على الشاشه، اكتبيها: خيار، ثوم، زيت زيتون، زيت سمسم، حط لها صويا صوص، ولو حطيت صويا صوص ما تحطيش ملح، حاجه من الاثنين. طلع البصلايه دي كده يا رب. باخد الخيار الحلو ده كده احطه هنا، خيار مغسول وبعد ما اتغسل اتقشر، وحطينا عليه عم الشيف فص ثوم حلو وشوية زيت زيتون، حاجة مفيدة وبتشيل الحموضة. فص ثوم حلو، شوية بقدونس حلوين، سلطة لطيفة وحلوة. مش زبادي بالخيار، لا ده خيار بالثوم والنعناع وزيت الزيتون، انا بحبه. ورقتين النعناع الحلوين دولت عشان نصلي، لان الثوم برضو ريحته مش لطيفه. كل ده زي الفل، نقلبهم مع بعض. اللهم صل على النبي. طبعا انت في المطبخ ما عندكيش مخرج، ما عندكيش استاذه رحاب هيقول لك بقى دقيقه ده دقيقتين، انت في المطبخ بقى سيناريو بقى، وانت مايسترو اعمل اللي انت حباه. اهو عيني، حاضر يا فندم والله. اهو زي الفل. عايزه تقدمي مع الكشري ده دقه زي ما قلت لحضراتكم، وبتبقى لطيفه وحلوه، اللي هو الخل والثوم والكمون والزيت، كل دول مع بعضيهم.